بالتأكيد مدرب مناسب في التوقيت المناسب، مدرب يعرف طريق البطولة. كابتن سيد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بالتأكيد له كلمة وتعقيب، يتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم. طبعا مش هطول، يمكن اللي جاي كله عايز يسمع المدير الفني موسيماني بالتأكيد، فمش عايز أطول. برحب بالموجودين كلهم، الحضور كلهم، لكن زي ما أكد كابتن محسن صالح وذكر إن خطوات بتتبع خطوات في الإدارة الفنية للنادي الأهلي، لكن اللي عايز أقوله بس في أقل من دقيقتين، يعني طالما اسمك بيرتبط بالنادي الأهلي أو سواء كان لعيبة أو أجهزة أو مسؤولين، فأنت كل يوم عندك تحدي جديد، تحدي جديد من نوع ممكن يبقى محلي، تحدي جديد من ممكن يبقى افريقي، تحدي جديد بالنسبه للمسؤوليات، تحدي جديد بالنسبه للافكار. يعني اللي بيرتبط اسمه بالنادي الاهلي ما ينفعش يبص لصغائر الامور يعني. فعندنا مشوار ان شاء الله الرحمن هنبداه مع مدير فني جديد، عندنا رواص او اشياء ثابته في النادي الاهلي من الثوابت اللي على مدار التاريخ. المدير الفني بتحاول ان انت تهيئ له كل الامور، بجهازه المعاون بالتاكيد بتحاول ان انت تهيئ له كل الامور، دي شغلتك الاساسيه على المستوى الاداري يعني، تهيئ له كل الامور اللي ممكن تساعده في النجاح. هتنجح ان شاء الرحمن، وباذن الله باذن الله ان شاء الرحمن تبقى البطوله بتاع الافريقيه تبقى التاسعه علينا ان شاء الرحمن، ونحققها باذن الله بيكو بالجهاز الفني. هسيب طبعا كل الاسئله اللي انتوا عايزين تسالوها طبعا للراجل، وده الاهم في اللقاء ده. شكرا جزيلا وبالتوفيق ان شاء الله. شكرا كابتن سيد الحفيظ، بالتأكيد حضراتكم.